نشرف اليوم على انطلاق قاطرتين نحو ساقية سيدي يوسف التي ستنطلق من العاصمة حتى مدينة ساقية سيدي يوسف. وأنتم كما تعلمون أن هذه القاطرتين محملتان بأدوية وبمستلزمات طبية بالخصوص لمجابهة كورونا. هذه الهبة ناحية إخواننا وشقائنا في تونس ما هو إلا اعتراف بالجميل لأحداث ذكرى 63 لساقية سيدي يوسف. ذكرى ساقية سيدي يوسف هي بقدر ما هي أليمة فهي ذكرى طيبة، لأني خلدت يعني إحساس مشترك، وكما قال سيد الأمين العام اختلطت دماء الشهداء الأبرار. الحدث هذايا بمثابة الرمز اللي يدفعنا كتونس وكجزائر العمل سويا من أجل الارتقاء أكثر وأكثر بعلاقاتنا.